إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. السلام عليكم حبيباتي، أهلا وسهلا بكم القناة تاعي داري ماكويزين. إن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير بصحة جيدة بسم الله. اليوم جبت لكم ان غاتو يعني ساهل وماهل ومام طون بريزونطابل صابلي بالفلون تاع لافاني ومام طون زينو بالشوكولا. بسم الله، انا عندي رشه ملح، 250 غرام مارغرين لينه، 3 مغارف تاع عشا تاع المعجون المشماش، حبه بيض كامله بالصفر بالبياض يعني حبه بيض متوسطه ولا صغيره ما شعوش عليه. وهنا عندي مغرفة تاع قهوة تاع الفانيليا ونص مغرفة تاع لاتاي تاع لاليفير شيميك. وهنا عندي كاس ماشي معمر تاع المايزينا يعني 100 غرام. وهنا عندي الفلون تاع دو باكي يعني 100 غرام 50 غرام 50 غرام وزدت رحيتو هاوليك. وهنا يا حبيباتي راني وجدت الفارينة قدامي ونشوف شحال دات لي ونقول لكم. بسم الله، نبداو قبل فرشة ملح هاي ليك نحيها تقوتي ونزيد الزبدة تاعي نحيوها في فريجيدار من قبل باش تكون سهلة في التخلاط. انا حنستعمل يدي ماشي بالباتور يعني سهلة قدكم الخدمة وشابة يعني يقولوا لها اقتصادية وراقية في نفس الوقت. هايليك هادي نديرها تكوتي فوالا ونزيد هذاك المعجون 3 مغارف تاع عشا لهذا النوع. نزيد هذيك حبه بيض كامله ونزيد هذاك الفلون تاع دو باكي اللي رحيتو هو تاع هذيك تاع القهوه ولا تاع اللي ترحي يعني اللوز. هكذا هم ليك لي باكي تاع الفلون هادو هما 50 غرام 50 صافي يعني 100 غرام. دوك نخلط بيدي. بسم الله، نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. هذاك المعجون يعطي لها رطاوة للصابلي تاعنا باسكو درنا دو باكي يعني قليل ما تجيكوش حلوه فيها الحلاوه وفيها الطراوه تاع الكاطو تاعنا. دوك نخلط راكو تشوفوا اللون تاعها باسكو تاع الفلون فاني. نخلط بيه حتى ندوب كاع هذيك الزبده ولا المارغرين يعني كما نقولوا زبده نباتيه. نحلوها مليح. وعلاش نحيو هذاك الفلون باش يجينا ساهل ما يجيكمش كيما السكر حبيبات. كي نحيوه قريب يولي كيما السكر كلاصي، ماشي كيما السكر كلاصي مي قريب يجي شويه ناعم. على بها رحيتو. هاني نعطي لكم كيفاش راني نخدم. هاي ليك ونزيد هذاك كاس يعني هنا قدكم، نعطيكم بعد المقادير تاع الميزان حبيباتي. نزيد هذيك المايزينا وهنا حنزيد مغرفه تاع قهوه تاع الفانيليا ونص مغرفه تاع لاتاي تاع لاليفير شيميك. حبيباتي هذه ماشي مغرفه تاع قهوه، نوري لكم مغرفه تاع قهوه كيفاش عامله. هاي ليك مغرفه تاع قهوه، هاي ليك تاع لاتاي. شوفوا واش
شحال فرق ماشي كيف كيف شنو تقولوا تخسرت لي ولا هملك، يعني نوري لكم كيفاه. بسم الله دوك نبدا. انا عمرت كاس واحد ممسوح نخلط بعد نقول لكم شحال دات لي في الميزان، نعطيكم بالكيسان. كاس ثاني والكاس الثالث نروحوا بالعقل، تبعوا كيما انايا، شوفوا الفيديو بيان، ما تصوتيوش ما تقولوش علاش تخسر لي ولا، تبعوا بيان المراحل. كملوا نزيد نعمر ثاني الكاس، نزيد الكاس الرابع، درنا ثلاثة كيسان، هذا هو الرابع. نروحو غير بالعقل، بعد نقولكم بالكراماج. هايليك حبيباتي لاباط تاعي، هايليك كيفاش تجيكم رطبه هايله متمسكه ماشي يابسه. هنا حبيباتي دات لي 4 كيسان ممسوحين، بديت ندير بشويه بشويه كملتو. هايليك حبيباتي وتلقاو ان شاء الله بالكراماج. دوك نخليها هذه ترتاح لو طون، نقي نخليها غير في الكوزينه باسكو برد الحال ماشي كيما الصيف. نقي البلون طراي تاعي ونوليو نخدمو كيف كيف. وهنا بسم الله بعد ما نقينا الطابلة تاعنا غسلنا دوك المعنات، نجزنا الكاطو تاعنا. بسم الله غادي نغطيها، ما بيدي نكمل هذه باش ما تيبسلكمش وما تشحلكمش مع الهواء. انا درت ساشي واحد من التحت وواحد من الفوق هكذا باش نعاونوا روحنا ما تجيناش ما نكطوش بزاف الفرينه، نديروا غير خطره برك من التحت باش يجينا ساهل نجي نحي لاباط تاعي. تعرفوا كيفاش تحلوا لي صابلي، يعني ماشي خشينه ماشي رقيقه، اللي حبتها خشينه ديرها خشينه واللي حبتها رقيقه ديرها رقيقه. وانا ما كثرت لهاش لا فير شيمي كما شفتوها، فوالا السمك تاعها هايلك، يعني تجي متوسطه برك. وانا هاوليك جبت لومبورت بياس هذا هكذا فيه هكا قيس 4 اصابع. ثم واش حبيتو حبيباتي، حبيتو الصغير راهم يتباعو هذا فوق هذا، كاين من الصغير هكذا حتى الكبير، نتوما تخيروا لمو اللي حبيتو. نجيب السنيوات تاعي نحطها قدامي هكذا ونبدا نقطع. هادو يجيونا هايلين رطبين وممطون بالسين. وعلاه حبيباتي؟ باسكو كي درنا هذاك المعجون ومن طون تاني ما كترناش لاليفير باش تجينا كيما لاباط بغيزي. هايليك السمك تاعها
نديرها لكم هنا باش تشوفوها مليح. هاي ليك متوسطة. درت بابي كويسون فوق السنيوة تاعي ونبدا نحي لي غاطو تاعي. واني شعلت الفور تاعي 170 درجة. لي صابلي ما يحبوش النار تكون قوية، لازم تكون مهيلة برك، يعني مليحة برك، ما تحرق لكمش الغاطو تاعكم. شعلي قربتهم شويه باسكو ما فيهمش قلت لكم بزاف لا ليفيرشيمي. هاي خليها هكا قص اصبع بيناتهم هكذا. حبيباتي نكملهم كاع، نعمر السنيوة تاعي ونديرهم في الفور، كي يطيبوا ان شاء الله نوليو للتزيين. وهنا حبيباتي انا وجدت الديكوجيل تاعي، هاي ليك هكا نخلطها شويه باش تجيني سهله كي نحشي بها لي صابلي تاوعي. هاهم ليك حبيباتي لي صابلي تاوعي باش طيبتهم، قلتلكم 160 ولا 170 كل واحد والفور تاعو. هاهم ليك دوك نبدا نحشيهم من الداخل، نديرلهم بيان كونتيتي ماشي شويه برك، يعني ما يسيلكمش ما تخافوش باش تجيكم هايله كي تاكلوها. هكذا نضغط عليها غير شويه هكذا، كل وحده نديرولها بيبراك تقيس نص مغرفه تاع قهوه. هكا حبيباتي نكملهم كاع نوليو تاني نزينوهم بالشوكولا. هنا دورت الشوكولاته البيضاء ما زدتلها حتى اضافه، هايلك ني الزيت ني والو لي الما. دوك نبدا حبيباتي هنا كي درت انا ديكوجيل، نتوما حبيتو ديروا لا كونفيتور ديروا، انا درتها لكم هذه يعني صابلي هايله قلت لكم اقتصاديه ورقيه وشابه، من بعد تشوفوا التزيين تاعها الله فان كاع ان شاء الله. هذيك ونوجد السنيوة تاعي اللي طيبتيهم ديجا لي غاطو فيهم بابي كويسون هايليك، ونبدا نحط من الفوق. يعاوننا هاد البابي كويسون ينشف لنا الشوكولا هكذا حبيباتي باش ما يطولش الفيديو تاعي، نكملهم كاع ان شاء الله ونولي ثاني تزيين واحد اخر. وهنا حبيباتي مازال ما نشفوليش مليح، انا هنا دوبت شوكولا دادا في النواق يعني فونسي ماشي بالحليب، انا درتها في لابوشيت هذه. دوك نبدا ندير هكا لي تخي هكذا، هكذا ونحبس باش تشوفوا كيفاه. وهنا عندي هادو لي ليمون هاهي، حندير وحده هنا فوق الشوكولا هكذا. شفتوا شحال شابين مسرارين ولا لا؟ لا هكذا نكملهم كاع حبيباتي وتشوفوهم ان شاء الله في طاولة التقديم ان شاء الله. هاوليك حبيباتي لي غاطو تاعي صابلي لي درتهم بالشوكولا والكو فاني، وزدت يعني لصقتهم حبيبات هاد الزوج تاع لي صابلي لصقتهم بديكوجيل كاراميل كو كاراميل. هاوليك دوك نحلكم وحده يعني نقسم لكم حبه، وزدت زينتهم بهاد الحبيبات تاع الشوكولا يعني سكري شويه يبانو كشغل كيما الشيبس بصح هايلين بزاف. هايليك وزدت لهم وحده بوله هكا تاع الشوكولا نقسم لكم كل شيء يتبسوا لا كولور تاعهم صفراء
هذاك صابلي هايلك وكنت تشوفوهم حبيباتي. وهادو لي بول يعني باش تعرفوهم مع باش ولا تقسم. هايلك كيفاش عاملين مغلفين بالشوكولا لداخل ومن الفوق ومحشيين هكا شغل كومين كريم. هايلين حبيباتي، ولا عجبكم الفيديو فرحوا لي باللايك تاعكم وابونيو باش يبقى وصلكم لي فيديو تاعي، وبارطاجيو لي حبيباتي. هادي اليوم لانيفيرسير تاعي، درت الكاطو لعمري هكا ان شاء الله ربي يطول في عمرنا يعطينا الصحه، هذه هي الصح، ويرفع علينا هذا البلاء والوباء حبيباتي جميعا ان شاء الله. سلام في فيديو واحد اخر ان شاء الله.